السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. تحياتي لكم يا جماعه، تحيات لكل الناس اللي متابعانا ومنورانا على قنواتنا على اليوتيوب. احلى مسا عليكم جميعا. وزي ما وعدناكم وقلنا المشروع بتاعنا اللي هنعمله، تمام، العربيه وصلت اهي. طبعا الحمد لله على السلامه يا باشمهندس. باشمهندس احمد يا جماعه من الناس المحترمه، وطبعا الراجل المحترم ده الحمد لله على السلامه كبير. اسمك الكريم ايه؟ استاذ محمد. الحمد لله على السلامه. طبعا النهارده نورونا يا جماعه، وادي السمك جه في الاكياس لسه، تمام، اللي لسه هننزله في الحوض، والعلف هناك اهو، وكل حاجه جات، وهنكمل معاكم الفيديو، تمام. واحنا بنفتح السمك، وادي بصوا يا جماعه ده سمك الحناشه. ده احنا هنتكلم بقى ايه عشوائي كده. طبعا ده الحناشه، ربنا يبارك يا رب. والبولتي فينا كبير، ده البولتي لسه صغير. فين سمك البخ بقى ده؟ البخ هنفرزه دلوقتي واحنا بنفضيه. خلاص احنا نسيبه في الضل دلوقتي. ده البخ ده اللي بيبخ. في كبير جوه، في كبير جوه اللي بيولد ده. يا مسهل الحال. ادي يا جماعه السمك ده اللي بيولد، عشان ده طبعا الحناشه تتغذى عليه، تمام. وادي حناشه برده ثانيه اهي، حناشه صغيره برده، واضحين. كل ده هيبان في الميه بقى معانا في الفيديو. الناس بقى زمانها متشوقه دلوقتي ان هي تشوف الحاجات دي، لان الناس عايزه تعرف. وادي العلف اهو، طبعا نوعين من العلف، علف طافي وعلف غاطس. علف طافي وغاطس، ايه الفرق بين ده وده؟ الطافي بقى البولتي. الطافي البولتي الغاطس بتاع الحنشان بالظبط. البولتي طبعا الحوض معانا هنا يا باشمهندس هيبقى فيه سمك بولتي وسمك والحنشان. في سمك بولتي وحيد جنس ما بيفرخش، وسمك بولتي بيفرخ، عشان الحنشان بتتغذى على تفريخ البولتي. تمام، يعني احنا هيبقى معانا في الحوض ده. طيب مساحه الحوض، عشان برضو ما فيش حد ايه يعني يعلق لنا على فيديو، كافيه للحاجات دي؟ كويسه، هي مظبوطه مع النظام اللي هنشتغل بيه، اللي هو تغيير الميه وزياده الاكسجين. تمام. الباشمهندس احمد يا جماعه على فكره ليه قناه على اليوتيوب، قناه الافوكاتو، صح؟ افوكاتو العالمي. ليه قناه على اليوتيوب؟ قناه جميله جدا، وانا عرفت الباشمهندس احمد عن طريق قناته على اليوتيوب من الشخصيات المحترمه. والنهارده بس قدرت ايه فايده اليوتيوب، ان بيعرفنا على ناس محترمه. لان انا كنت طبعا لما بنشوف ناس بتجينا هنا بنقول له عرفتنا ازاي، يقول لي عن طريق اليوتيوب. فانا ما بنبقاش متوقع حد كده، لكن لما عرفت الباشمهندس عن طريق اليوتيوب لقيت راجل بصراحه شخصيه محترمه، راجل نثق فيه الكلام ده كله. اتصلت بيه بصراحه اول مره بالباشمهندس احمد، قلت له يا باشمهندس والله انا عايز نعمل كذا كذا كذا، وكمان نعمل حاجه. فكره الموضوع ان احنا نفيد الشباب اللي قاعده في البيوت، ممكن يربي، ممكن يعمل مشروع بسيط يكسب منه بدون ان هو ما يشتغل عند حد الكلام ده كله. فبصراحه الراجل ما تاخرش، ولقيت كلامه ذوق واحترام بطريقه ما حدش يتخيلها. تمام، طبعا ما تاخرش معانا، وقال لي عينيا الاثنين واللي انت عايزه، طالما احنا هنبدا نساعد بعض ونساعد الشباب كمان ان هي تبدا تعمل مشاريع زي كده. المشاريع دي فيها ربح، تمام. قال لي هنبدا ان احنا نساعد بعض ونوصل للشباب المعلومه ازاي يعملوا مشاريع في قلب بيته بطريقه بسيطه جدا. وممكن الباشمهندس احمد كمان يساعد اي حد مستعد ان هو يروح يتابع لك المكان اللي انت هتعمل فيه والحاجات دي كلها. فكره جميله بصراحه، فكره جميله ورهيبه جدا. فطبعا الراجل ما تاخرش واتفقت معاه، وجالنا النهارده والعربيه جات، وطبعا الاستاذ محمد كمان نورنا، وجالنا رخر طبعا من بحيره البرولوس، جنب بحيره البرولوس. وطبعا الباشمهندس احمد من الشرقيه من الناس المحترمه جدا، طبعا ده شرف لينا يا جماعه النهارده. تمام، اي حاجه يا كابتن، تصميم مزرعه، شرف لينا النهارده يا ابراهيم، شرف لينا النهارده. تمام، وطبعا الباشمهندس بيقول لنا اي حد محتاج تصميم مزرعه اي حاجه هو مستعد. امسك البيت، هو مستعد ان هو يروح معاه، تمام، ويروح له ويصمم له ويعمل كل حاجه. تبع باشمهندس ابو نور، كابتن ابو نور، احنا تحت امره يعني. بس هو كلمه السر يقول لي تبع كابتن ابو نور. كلمه السر، كلمه السر حبيب قلبي. وابو نور هيسيب لكم ارقامنا واللينك بتاع قناتنا، عشان الناس تاخد فكره برضو عن الاسماك. احنا مش هنسيب، عشان بلاش نكتب، احنا عايزين الموضوع يبقى. طبعا عنوان حضرتك في الشرقيه، تمام، الباشمهندس احمد من الشخصيات المحترمه، وصاحب قناه الافوكاتو على اليوتيوب. الافوكاتو العالمي، الافوكاتو العالمي على اليوتيوب لتربيه الاسماك ومزارع الاسماك والحاجات دي. ورقم التليفون موجود على القناه، لان انا خدت رقم التليفون عن طريق القناه، تمام. فاللي عايز يا جماعه خش على قناه الافوكاتو العالمي على اليوتيوب، باذن الله هتلاقي رقم التليفون، هتتابع مع الباشمهندس احمد وعرفه انت عايز تعمل ايه. الراجل هيجي لك معزز مكرم مشكورا، طبعا هيجي لك لحد مكانك ويشوف المتابعه اللي انت عايزها. وطبعا راجل بصراحه في غايه الادب والذوق والاخلاق، وطبعا
طبعا عرفنا كمان على الباشمهندس كريم برضو، هو مش موجود معانا النهارده، وطبعا الاستاذ محمد عرفنا كمان على ناس محترمه، لان فعلا المحترم بيعرف المحترم، وده شرف لينا. خليكم معانا، هناخد دلوقتي السمك، طبعا نسيب السمك شويه في الظل، وهناخد السمك ونحطه في الميه ونتابع مع بعض، تمام؟ وهنفرجكم، هتتبسطوا اكيد يعني. خليكم معانا يا جماعه. ايوه يا حبيبي، نعمل الرمه الاول للسمك عشان ما ينفعش ننزلها على طول خالص. تمام تمام. جزء من المايه الجزء بتحطه معانا في الكيس. بتاخد جزء من الميه دي ونحطها هنا بالظبط، عشان الميه تبقى عشان ما ياخدش صدمه من الميه. تمام. طبعا احنا اتفقنا ان احنا ميه الحوض دي في الميه في الحوض هنا بقى لها اسبوع، تمام، وحطينا مزيل كلور وحاجات زي كده، واتفقنا ان احنا هنغيرها من الترعه اللي جنب المزرعه باذن الله. طيب باشمهندس، لو في حد ما عندوش ترعه سهل عليه الموضوع ان يغير برضو؟ بمذيب كلور ويعمل براميل للميه يخزنها فيها، ميه ارتوازي برضو اللي هي بتاعت الترمبه. تمام. دي حنشان، دي حجمها كبير. طب دي الحنشان اللي حجمها كبير دي ما تاكلش السمك الصغير؟ لسه ما واصلش الافتراس ان هي تفترس السمك. مشكلتها هي اصلا البولتي سريع في النمو عن عبال ما هي تكبر يكون البولتي معانا بقى اكبر منها. تمام. انت كده بتعمل طريقه ان انت ما بتعملش صدمه للسمك، صح يا ابو حميد؟ صح يا حماده؟ اه مظبوط، عشان السمك الميه ما تتغيرش. في سمك كده. نفع حمام السباحة. مشروع. ايه؟ حمام السباحة ومشروع. بقى مشروع. في الصيف نظبط الدنيا فيه ونعيش فيه بدل ما نروح نصيف، وفي الشتاء نقلبه. نجيب سنارة ونصطاد في الشتاء. بص بقى أبو شعرة، أنت بتلف وتروح النبرية وتدوخ آخر دوخة في عربيات وتاخد الجنبندية وتاخد الأريا، أنا هنقعد على الكرسي مكانك وحجر المعسق والمر. تعمل دور فين؟ ده انت تروح تقعد هناك. بتمنه بتمنه يابا، بتمنه يابا. طبعا العقاره دي بعد شويه هتروح بقى. طبعا يا جماعه هنستكفى في الحلقه دي لحد كده عشان ما نطولش عليكم المده، وتابعونا وهنكمل مع بعض في حلقه تانية. خليكم معانا يا جماعه.